عندي الصندوق هو هذا الصندوق هذا هذه نزلوا هذا عندي كارطه صافي اجي عادي لا شوف هنا قول لي اصطف في اي بلاصه بغيتي قول لي اصطف اي بلاصه بغيتي هنا شوف كارطه وريها الكاميرا صافي ارا واخا نشوف شنو اخترتي انتينا 10 هو اختار رقم 10 ركزوا معايا في هذه اللعبه مزيان هو اختار رقم 10 ها هي رقم 10 انا غادي اختار شي رقم هنا شنو اختاريت انا نقدر اختار هذا شنو اختاريت انا 5 ركزوا في هذه اللعبه مزيان انا اختاريت 5 هو اختار 10 صافي هذه الخمسه هذه نهزها في يدي وهذه 10 ركزوا معايا مزيان ها هي غادي نسد عليها هنا هنا عندنا 10 كحله هنا عندنا الخمسه نعمل ها هي باش تبان لكم الملوان شو تري الخمسه هي اللي ترجع في الصندوق والعشرة هي اللي طلعت عندي ركزتي معايا مزيان الحشره اللي كتعجبك شي هنايا شنو هي زوله سرق الزيت هزه وريها الكاميرا وريها الكاميرا صافي راه شنو عندك تينا شنو هذا عمي يدك هذا سرق الزيت هاد سرق الزيت غادي ينزلو لك هنايا صافي ارا يدك اخرى غادي ينزل لك هذه هنايا صافي هنا سرق الزيت نعمل 1 2 3 كانت التصويره هنايا ما غاديش تبقى التصويره عرفتي التصويره فين شات التصويره اللي كنصور سد على يدك هيدا خلي يدك سد على هيدا ها سرق الزيت اش عندك تخلعتي عندي هاد الورقه غادي نقطع هيدا نقطع صافي انفخ عليها الطريف بعد هيدا ديرها الطريف سد عليه في يدك انفخ عليه ورجعوا لي صافي دابا رجعوا لي دابا غتخشيها كامله في يدك اش عندك خلوعه ولا لا شوف غتنفخ ثلاثه د النفخات غتنفخ ثلاثه د النفخات وتينا ثلاثه د النفخات تينا ثلاثه د النفخات شوف خدها 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 مره مره فكرني فيه صافي شنو عملنا الورقه دابا قطعناها نفختي ثلاثة مرات ثلاثة مرات نسينا ثلاثة مرات هذا جوج إلا فتحة قدام الناس هيدا فتحة 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 وريها الكاميرا فتحة فتحة رجع الصحيح إلا شوف بحال تيني ندير ديك جوج كرة شنو هادي سرق الزيت تيني ما كيعجبنيش سرق الزيت هاد سرق الزيت هادي سرق الزيت لا لا عمل افتح يدك عملنا تصويره تسرق الزيت هنا طلق يدك هادي شنو عملنا هنايا هنا عملنا تصويره تسرق الزيت نعمل 1 2 3 اجبر تسرق الزيت ما بقاش كتقلب سد عليها هيدا لا خلي يدك سد عليها هيدا سد هاد اليد عليا تسرق الزيت هاد القلعه هي اللي خصني انا اش عندك تخلعتي اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة